سيتم إبرام اتفاقية بين الوزارة وبين الوكالة الوطنية للفضاء، ولكن قبل ذلك أطلقنا نابيل بروجي، معناتها دعوة للمشاريع شارك فيها الحمد لله 45 شركة ناشئة على المستوى الوطني. نحن أيضا سعداء بمشاركة وزارة البريد المواصلات وبمشاركة أتياس اللي هي ألجيري تيليكوم ساتيليت. الجزائر تحتاج إلى الاكتشاف واستغلال المعطيات الفضائية في مجال المناجم، في مجال الزراعة، في مجال التنبؤ بالحوادث الطبيعية ودراستها إلى غير ذلك من المجالات التي تخص خاصة مهن المستقبل. أنا اليوم نشكر السادة الوزراء على حضورهم، وخاصة هذه الاتفاقية اللي حنا نمضيوها راح تكون يعني نقطة انطلاقة لتجنيد هذا الشباب الطموح حول برنامج فضائي وطني يساهم في التنمية الوطنية ويساهم في دعم السيادة الوطنية.